بلادكم، ما يكونش تيئيس تبون، تيئيس ما كانش، اليأس ما كانش، ناخذوا أمورنا بدينا ونمشيوا للأمام. النهار طيح بلادنا ما لقوا حتى واحد، لذلك المرحلة قلنا خطرة ونطلبوا رجل قوي. الرجل القوي في تفكيرنا في الأرندي منذ أشهر المرحلة تقول الرجل القوي هو تبون، والبرنامج الأفضل في الساحة السياسية هو برنامج تبون. لذلك قبل تبون هو اسم فقط، هو شخص، هو مواطن جزائري، شخص وخلاص وانتهى ونقطة، لكن هو رمز للقوة، هو عنده برنامج، عنده برنامج، والتفوا حوله الجزائريين. الحمد لله كل القوى الثقيلة الوازنة مؤسسات سياسية، الحمد لله نعمة أننا نجتمع وراء هدف واحد هو تمكين هذا الرجل، تمكينه الروح يوم 7 سبتمبر كما كان يقول خويا منشط. الأمور مش محسومة، إلا حبيتوا الرجل هذا تقويوه نمشيو نهار 7 سبتمبر. أولا الأعداء للبرا والداخل راهم يستناو، واش يقول لك؟ يقول لك انتخابات، كاينة انتخابات، قبل كانوا يشكوا ما كاينش انتخابات، فهموها كاينة انتخابات، وتكون انتخابات مزيها شفافة ديمقراطية.